التاريخ يقول بأن عمان دولة مختلفة، التاريخ يقول بأن عمان قوة إقليمية في المحيط الهندي. في عام 1652 هم أول من هزم البرتغاليين وطردهم من الخليج. الآن عندما نتكلم عن العمانيين في تلك الفترة فيما بعد تلك أقوى قوة في المحيط الهندي، قوة تحارب القرصنة والقوة الأجنبية، قوة ذهبت في عند ولادة الولايات المتحدة الأمريكية بالسفن بسفينة إلى الولايات المتحدة واعترفت بالولايات المتحدة. إذا عمان ذهبت إلى أمريكا لتحصل على ثقل موازن لها في منطقة الخليج. يعني يوم ما قرر العرب في بغداد قطع العلاقات مع مصر، عمان كان لديهم الشجاعة لكي يقولوا العلاقات الدبلوماسية مع مصر سوف تستمر. عمان ليست دولة محايدة، عمان حينما هددت الكويت وصلت قوات عمانية، أنا أعرفها جيدا وأعرف مدى انضباطها وقوتها، كانت عمان مستعدة أن تضحي بكل شيء في سبيل دولة خليجية. يعني دايما بنقول ان عمان هي سويسرا العالم العربي، دولة محايدة لا تورط نفسها في اي نزاعات ولا تتحاز لأي طرف، بتؤمن دائما ابدا مهما كانت الخلافات ان الحوار والتفاوض هو السبيل لحل جميع المنازعات وحل جميع الخلافات. عمان تفضل البقاء خارج دائرة الضوء أو البقاء خارج الكواليس، وكان ارتضاء بأن يكون الدور العماني هكذا. لذلك الكثير من الأدبيات الغربية تتحدث عن نرويج الخليج، تتحدث عن سويسرا الشرق الأوسط، القائمة على عدم رغبة عمان التدخل في الشؤون الداخلية في دول الإقليم. لماذا لم تستطع يعني هذه التنظيمات الإرهابية اختراق عمان او تجنيد احد من عمان؟ نحن نشاهد داعش فيها من جميع الدول العربيه تقريبا او اغلب الدول العربيه، لم نسمع عن عماني في داعش. سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي لم يدخل وساطه الا وكان النجاح حليفا، والسلطان العماني قلما حضر قمما عربيه او قام بزيارات رسميه. طابور سلام لجلاله السلطان قابوس العمان. سوق القريحة واللحن للسلطان نوقف نحن، قابوس فكك المحن، سلام يا دار السلام، يا شعبي يا حر نبي، يكفيك ما قال النبي واللي عاديك يهبي، سلام يا دار السلام، دار الرجال الصاملين، الشامخ الى المعتلين، العز بيسار ويمين، سلام يا دار السلام، يا سيدي حنا ظهر، بثارت بشمس الظهر، على العدو يومه ظهر، سلام يا دار السلام، سلام يا دار السلام. Ooh.